الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أراجع زميلي الأستاذ دكتور عبد الإله قيدي فيما تفضل به في حقي. لقد أثنى علي بما لا أستحقه وبما لست في مستواه، ولعل ما قاله أو لعل ما تفضل به نابع من حبه لي ومن نظره إلي بعين رضا، وعين رضا عن كل عيب كليلة. كما أرجو أن تسمحوا لي بأن أشكر جميع زملائي الذين من الشعبة الذين سهلوا على تنظيم هذا الملتقى احتفالا باليوم العالمي للشعر. سأقرأ على حضراتكم نصين فحسب حتى أدع الفرصة لغيري. عنوان النص الأول: رؤيا في يوم ماطع. حتام من صد الأحبة تشفق، وكما يلاقينا الزمان يفرق. لما قضى بالبعد فينا مكرها، لم يجد في صرف الملم تعلق. فغروا وسرنا بعدهم، والكل من ألم الفراق مكذب ومصدق. صاروا وسرنا والعيون بدمعها طورا بنا تطفو طورا تغرق. لم أدر قبل البين أن الروح إن عشقت تشهد بالحبيب وتزهق. إن تبقى من قلب المحب بقية فكلام كل العاشقين ملبق. لا أمن يأنسه المحب بقلبه حتى يصح من الحبيب الموثق. العين إن نظرت لغير حبيبها سهوا تزل عن المقام وتسلق. فذروا الملامة إن رضيت بحبه شئنا وشاء وما يشاء الأسبق. إن عشت أجهل ما الشباب بعزه أفأدعيه وقد تلال المفرق. في البدء ما اختمرت بقية طينتي فسل الأواني ما لها تتشقق. لا عتب أرضي نخوة الدنيا به إن جار في حق الزمان الأخرق. إن كان يعبث بالفؤاد فإنني بين الرماد أقوم لما أحرق. لم يهف للماء الزلال فم به أنف يغص به الكلام ويشرق. فإذا بلعت من التذلل آهة وقفت بسقف الحلق أخرى تخنق. قلبي الذي جن الظلام بدربه أن استدرت به فثم المشرق. ينساب في لج الدجى بي زورق، مجدافه فرس كميت أبلق. يختال في ألق البهاء لوحدة يعي السكوت بها ويعي المنطق. أفياؤها قزحية وضاءة، إن لاح بالقوسين باب مغلق. فعجلت بالنظر المريب لحسنه والغض لو أدري لمثلي أليق. فسمعت صوتا لست أدري كنهه، لا تسألن هي حكمتي تتحقق.
أمسك بخدك دمعة مشبوبة هي نطفة من روحنا تتخلق. كم من نبي أو ولي عارف أو شاعر تبقى المحبة ما بقوا، شدوا النهار بفيض أنواري وما رتقوا وجود الناس حتى مزقوا. اقرأ اقرأ بأسماء التي علمتها، يجمد لك المعنى الذي لا يترقرق. واشحذ بقلبك ثلجتين وخذهما يصاعد الشرر المشع المحرق. وانزل من الجبل المنيع ولا تخف، فالريح ترعد مرتين وتبرق. واصبر واصبر على الإعراض عنك تأدبا، قد يفتح الباب الذي لا تطرق. ونزلت من جبل المنيع ولم يزل بيني وبين الباب يفصل خندق. يلهو بلا خجل برقعة جبتي جمع من الصبيان حولي محرق. وأنا ألوح للجميع ببسمة تخضر في جرح الطريق وتغرق. أما النص الثاني فهو يمت بصلة إلى النص الأول تحت عنوان الهوى لا يطيق فصل الخطاب. أيها الأفق ما وراء السحاب، لنفوس ضاقت بهذه الرحاب، ألقني من بين الغيوم شعاعا هاتكا بالأجواء ستر الضباب، علني أهتدي لربع حبيب قد توارى هناك خلف النقاب. قد توارى عن العيون كأن ما نعمنا يوما بطول اقتراب. يا حبيبي إني قصدتك لما خانني ما اصطنعت من أحبابي، وتوجهت صوب بابك لما أنكرتني مطارق الأبواب. فأجرني لذلتي ولو أني لست أهلا لقرب ذاك الجناب، فتدنيك فوق حب التجافي وتعاليك فوق صب العتاب. لا تسني عن الهوى يا حبيبي، فالهوى لا يطيق فصل الخطاب. ليس لي من ذريعة لك أرويها فتنجيني من عسير الحساب، وجوابي لديك حال كفتني عند رفع الحجاب رفع الجواب. فلأنت الرحيم قبلي بقلبي، ولأنت العليم قبلي بما بي. كم تعثرت في الذهاب لأني لم أجد معنى في المدار الذهاب، وتعللت لا أريد مراما بجناح لهدهد وغراب، وقطعت الفضاء من كل وجه حائرا بين خافق ولباب. كم تعجلت كل ليل أكيد قبل فجر أعيشه بارتياب، مسندا ظهري وجه كل بعيد يخفق الموت فيه خفق العقاب. وكأني نسيت أني وما أبني غاب مبعثر في يابان. ما صوابي لديك يا ربي إن لم تلهمي النفس سر ذاك الصواب. ضاع مني غدي كما ضاع أمسي إن وهت بيننا عرى الأسباب. لم يعد لي إلا كبعد حبيب فقتلت الماضي بماء المتاب، وتجرعت من دمائهما حتى ارتوى مني ظامئ الأعصاب. فاعتلت روحي في بروج تسام وارتمت ذاتي في حضيض تراب. كل حوض أراه في هذه الدنيا سوى حوض الله محض سراب. كل حوض
أراه في هذه الدنيا سوى حوض الله محض سراب. فارحمي اللهم الفؤاد الذي يسعى لنور جرى بغير انسكاب، فتجلى في رعشة الفجر دوما وتبدى في بذرة الأعشاب. وشكرا. شكرا للشاعر الكبير سيد محمد يعيش.